أنا يوم من الأيام عندي أحد الأزواج غير كويتي خليجي مزوج كويتية ومسكينة يطقها، كان يقول شوف، كانت تقول والله أنا مو مثل الكويتيات اللي بالتمثيليات. إحنا أقول أنا الدراما الكويتية دراما كويتية مهجنة، هذه ما تعكس لا واقعنا ولا تعكس بيوتنا، كلنا الحمد لله طالعين من البيوت، وهذه كلمة حق كل خليجي يشوفني اليوم، ترى بيوت الكويتيين مو اللي تشوفونها بالمسلسلات، واقعنا بالضبط. الكويتي ترى إحنا شعب بسيط، وأنا عندي دراسات على مواضيع حرجة في الخليج 7400 خليجي. نعم. والله إن الكويت أنا أفخر حقيقة، ما ودي أقولها لكنها أفضل من كثير من دول العالم العربي كله في قضية الالتزام الأخلاقي من القيم. يكفينا شفنا اليوم حقيقة اليوم إن إحنا عندنا حرية لكن تبيها شوية انضباط بس. صحيح.